بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورحمة ولا عدوان إلا على اللئام، والله أكبر على الدوام وبالتمام في كل عصر وأوان ومكان. أما بعد، نرجع للآية الكريمة التي قال فيها ربنا ناهيا المؤمنين الخالصين عن نكاح المشركات: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن شرط. ربما أحسنهن أثناء الشرك يكون أحسنهن أثناء الإيمان بالله. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، كذلك بالمقابل في عالم الرجال. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أنا أعجبكم بهندامي، بصوتي، بمشيتي، كان خشب مسندر بكرك من أتعس، يعني لا روح لهم طائرة ولا فكرك متوقد ومنير أبدا، كلهم في الجحيم وهم لا يعلمون أنهم في جحيم الدنيا ومؤهلين لجحيم الآخرة ما لم يتوب إلى الرحمن الرحيم. ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد المؤمن خير من مشركة من مشرك ولو أعجبكم. المقابل: أولئك يدعون إلى النار، أو حقيقتهم إذا كان مشركين ومشركين، بس هم وظيفتهم دعاء إلى النار، أن تكون بعيد عن النار تدخل و طمع بتاعك فاسد في المشركين والمشركات. ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، المقابل رحيم ومبارك، والله يدعو إلى الجنة، رب يحكم من يدعون إلى النار، وشاهد اللي هو يدعو إلى الجنة، واختار الله. تكلم في صنف المشركين والمشركات، تكلم فيما يخصه سبحانه وتعالى كرحمن الرحيم، يدخل من يشاء في جنة النعيم، ومن غضب عليهم الجحيم وبئس المصير. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام على من اتبع الهدى.